متابعي اليوم السابع في كل مكان، اهلا بحضراتكم معانا في فعاليات مهرجان البحر الاحمر في دورته الثانيه. امبارح عرض الفيلم المغربي ملكات، ودلوقتي بينورنا مخرجه الفيلم ياسمين بن كيران. بن كيران بن كيران، اتمنى كنت قلتها صح. اولا الف الف مبروك على عرض الفيلم في مهرجان البحر الاحمر. شكرا، بارك الله فيك. قبل كده انتوا كان ليكي عرض في مهرجانات، مهرجان كبير كان مهرجان فينيسيا، فقولي لي تجربه الفيلم ما بين فينيسيا وما بين مهرجان البحر الاحمر هنا في السعوديه. بغيت نقول لك شي حاجه، بين فينيس والسعوديه مشينا بزاف ديال المهرجانات. مشينا لالمانيا، لايطاليا، مشينا لتركيا، ومشينا المغرب. كنا في مهرجان مراكش، ومهرجان مراكش كان شي حاجه مهمه بزاف لينا، حيت اول مره كنوريو الفيلم ديالنا للجمهور المغربي. وهنا في السعوديه اول مره كنا جايين في السعوديه، وانا فرحانه بزاف نكون هنا، حيت عرفتي من كنت صغيره الوالده ديالي كانت تقول لي الا درتي الحوايج ما مزيانينش غنصيفطك للسعوديه. وانا السعوديه كان عندي بزاف الحوايج ما مزيانينش فراسي، ومنين قالوا لي واش بغيتي تجي، بغيت نجي ونشوف الناس نشوف الجمهور وبزاف الناس. البارح من خرجنا من الفيلم كان في تفاعل كبير. كيصيفطوا لي ميساج في انستغرام because they saw the movie and they liked it, and for me it was beautiful. It's beautiful to meet new people and to see جمهور جديد, to see ناس جديدة and to discuss with them. فكرة أسطورة قديشة اللي حبيتي تربطيها مع أحداث الفيلم؟ قديشة, do you have قديشة in Egypt? نداها, عندنا مسميها نداها. وهي أسطورة قريبة شوية. قديشة عندنا احنا في المغرب شي وحدة معروفة بزاف, she's a witch. And what I wanted to do is to make the witch something positive. What I like about Qandisha is the subversive. And the witch becomes a queen, Malika. She's one of the Malikat. Qandisha is one of the Malikat of the movie. الفيلم صعب في تصويره, وانت اخترتي, يعني في افلام كتير بنطلق عليها مصطلح افلام الطرق او الطريق, انت مشيتي طريق طويل وفي وسط صحاري واجواء صعبه, ليه اخترت الفيلم يبقى صعب بالشكل ده, خصوصا ان هما بطلات الفيلم بنات وثلاث ملكات مع اعمار مختلفه؟ انا خلقت في المغرب, خلقت في فرنسا, ولكن كبرت في المغرب وكنت تنسافر بزاف مع الوالده ديالي. وفي نسافر بزاف كنعرف المغرب من الداخل, وبقيت نصور المغرب. وداكشي علاش بديت الفيلم, حيت ملي كنسافر كنت نشوف هذوك الكاميونات كبار وفيهم كل واحد تيدير لي طاق ديالو, بحال الكاميو كل واحد عنده الدار ديالو, بحال الشوفر ديال الكاميو هي الدار ديالو. وهذا الكاميو عجبني بزاف وبغيت نصور انا الكاميو. دونك الكاميو هو واحد من لي بيرسوناج ديال الفيلم, واحد الكاركتر ديال الفيلم, ولكن ما بغيتش نمشي نصور في ورزازات وفي مراكش وهذوك البلايص اللي معروفين بزاف. بغيت نمشي في لافونتور, في مغامره. الفيلم مغامره والتورناج ديالو حتى هو كان مغامره. وشفنا كمان من خلاله المغرب اماكن كتير مش مشهوره قوي زي الاماكن المعروف ان هي بتصور فيها افلام. انا ما بغيتش نمشي في مشينا في تفرا, ومشينا في, الى تعرفوا المغرب, مشينا في الدار البيضاء. الدار البيضاء مشينا في تفراوت في الاطلس, ومن بعد مشينا لسيدي يفني حدا الصحراء. التحكم في الاطفال دايما بيبقى صعب, وانت شخصيه ايناس شخصيه رئيسيه في الفيلم, وهي تقريبا كان عندها 13 او 12 سنه وبنشوفها بتحمل المسدس, هل لقيتي صعوبه في ادارتها كممثله؟ لا, كان سهل بزاف نخدم مع ريحان. ريحان عرفتي صيفطوا لي جوج ديال لي فيديو. الفيديو الاولى واحد البنت صغيره ما عجبتنيش, والفيديو الثانيه اللي صيفطوا لي شفت ريحان هي ايناس, زعما ما عندي والو ما نقول, هي ايناس. وبدينا تنخدموا كان عندها 9 سنين, ومنين صورنا الفيلم كانت عندها 11 سنه. وانا غيرت السيناريو, غيرته باش ايناس تبقى, باش ريحان تبقى ايناس. والخدمه مع ريحان سهله بزاف, حيت هي كتحس بالحوايج بطريقه بسيطه. وانت عجبني بزاف الناس اللي عنده هاد لا سامبليسيتي, وريحان عندها هذيك لا سامبليسيتي, وعندها في عينها
شي حاجه وبيسي ميلانكولي ميلانكولي يعني تخطف تهد وتعجبني بحال الطرب عندها طرب ريحان وهذا الشيء عجبني بزاف عندها وجات سهله بزاف نخدم مع ريحان. نسرين ممثله هايله نسرين بنشاره ورا نسرين الرادي نسرين الرادي yeah. وطبعا نسرين بشاره بس اقصد نسرين انا كان ليها تجارب قبل كده وانا افتكر ان مجله فرايتي كانت منحتها جايزه افضل موهبه في مهرجان في مصر وهي عملت اعمال حقيقه كانت رائعه جدا. قد ايه فادك ان انت تشتغلي مع نسرين كممثله عندها خبره وهي كمان يعني رغم ان هي جميله لكن هي بتتنازل عن كل جمالها وبتلبس الشخصيه بشكل فيها تلبس فظيع. هنقول لك جوج حوايج بعدا ملي بديت الكاستينغ جات نسرين باش دير الدور ديال اسماء باش دير الدور زينب وشفتها ماشي اسماء ماشي اسماء ولكن عندها شي حاجه بعينها عندها شي حاجه في الطريقه اللي عايشه بها عجبتني بزاف وقلتها عطيتها الورقه اللي كان فيها السيناريو ديال زينب عطيتها لها وقلت لها اوكي نسرين maybe we're going to do something with that and she proposed that much she's incredible and we create a character together. Zineb is me and it's her too. And we worked together and it was beautiful to work that much with an actress. انا بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله احنا شفنا الفيلم حقيقي مميز جدا وان شاء الله يبقى فيه نصيب شكرا في مهرجانات تانية وجوائز كتير ان شاء الله. شكرا جزيلا.